يقول قال: أنا وقعت في السابق بالغيبة والنميمة، ما هو الحل؟ هل أذهب إلى الذين تكلمت عنهم فأطلب منهم الحل وأن يسامحوني؟ الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أنك لا تخبرهم، لأن هذا سيجعل غلا في قلوبهم اتجاهك، وقد حرمت الغيبة والنميمة بسبب الغل والشحناء الذي تحدثه في قلوب المسلمين، فكيف تزيد أنت هذه الشحناء بإخبارهم؟ لا، لا تفعل ذلك. قد يقول قائل: ماذا عن حسناتي؟ أخشى أن يأخذوا من حسناتي يوم القيامة مقابل الغيبة والنميمة التي وقعت مني. لا تخف، يوجد حل ذكره العلماء. الحل هو أن تدعو لمن اغتبته في ظهر الغيب بمقدار الغيبة والنميمة، لكي يصل إليه من الحسنات ما يساوي المقدار الذي كان سيأخذه منك يوم القيامة، فتكون قد كافأته ونجوت أنت بحسناتك. أصلا سيكون هناك ملك من الملائكة يؤمن على دعائك فيقول آمين ولك بمثل، أي أنك ستحصل على نفس الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاول أيضا أن تمدح هذا الشخص الذي اغتبته بما هو فيه على الحقيقة عند نفس الأشخاص الذين اغتبتهم عنده لكي تصحح من خطائك. قال قتادة: عذاب القبر ثلثه من الغيبة وثلثه من النميمة، فإذا تخلص من الغيبة والنميمة فقد تخلص من ثلثي عذاب القبر. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين، والحمد لله رب العالمين.